سلام خوتي اخواتاتي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كدايرين مع الصحيحه؟ اموركم مزيان؟ لا فيديو جديده، سمحوا لي، فيديو جديد، روتين جديد، ونهار جديد، وحياه جديده، وصحيحه جديده، ان شاء الله يا ربي. وهاد العواشر ونبداو لا فيديو ديالنا بصلاتنا على نبينا الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. خوتي اخواتاتي، جيت ندوز معكم هاد النهار، واللي باقي ما اشتركش ينزل يشترك، فعلوا المربع الاحمر والجرس باش يوصلكم كل جديد، خشكم سعاد فضلا وليس امرا احبابي. هنايا بغيت نشارك معكم شي تقضيه جاب عليا مول الدار، المهم باش غندير الغدا، وشي شويه الحوت باغي نصايبو بحال هكا نشحن، ندير ليه التشرميله ديالو، ندير خليه زعما في رمضان ان شاء الله لا بقينا في الحياه يا ربي. المهم جاب ليا في خضره شويه البطاطا، شويه الخيزو، شويه الحامض، المهم شويه المعطيشه، شويه المهم النعناع الربيع، المهم داكشي خفيف ظريف وصافي. حيت الخضره شاعله شاعله خوتي. وهنا جاب ليا الحوت، جاب ليا الفرخ، جاب ليا منو هنايا، جاب ليا قرب من 3 كيلو صافي، جاب ليا المهم هي مكرده من عند مولاه، هاد مول الحوت صافي. هنايا زدت كملت عليه، قطعته طريفات بحال هكاك صافي، وعاودته ثاني غسلته مزيان ودرته في تسقطع في الشبيكه. المهم عاودت نقيته زعما من الداخل بحال هكا، تيبقاو بحال داك بصيرنات بحال داك الجدود الوسط في الكرش ديالو. والصراحه هاد الفرخه هذا تيجي زوين البنات في الطاجين، اكثر هي في الطاجين ولا في الكويميله بحال هكا تديريه من الفوق، عرفتي تيجي غزال، ولا بحال هكا في اللاطه في الفران حتى هي تيجي فيها زوين. وصافي هنا راه غسلته ودزت باش نغسل داك السر ديال حتى هويا، المهم جاب ليا داك السر ديال حتى هويا، المهم غندير منه الغدا، والشي الاخر غادا نديرو نخلي منه حتى هويا، هادشي اللي تندير حيت راكم عارفين الحوت في رمضان تيغلى. الصراحه انا ضد القضيه ديال زعما نخلي، ولكن بحال هكا المهم راكم عارفين الواحد ما تيكونش عنده في هاد الوقيته، تتقولي بحال هكا نخزن شويه باش نهار اخر نصيب راسي باش نديباني راسي اختي، هادشي اللي كاين. المهم هنا كان جاب ليا 3 كيلو ديال السردين، المهم السردين ديك الايام كان رخيص صراحه، كان ديال 160 تيدورو به حدانا هنايا 160، يعني ما كانش غالي على اللي ما بغى ياخذ منه بحال هكا. ايوا صافي هنا نقيت داك الحوت اختي. المهم ما بغيتش نطول عليكم حيت حشت ليا اليد، تيشد اليد هو كيفاش تعرفوا السردين راكم عارفين النقيه ديالو. ايوا صافي اختي هنايا تنقول لكم مبروك عواشركم، يدخل عليكم سيدنا رمضان بالصحه والسلامه والرزق وطولة العمر اخوتي يا ربي، وراحه البال ان شاء الله لينا وليكم ولوليداتكم ولوليداتنا يا ربي، ولجميع الامه الاسلاميه يا ربي الحبيب يا ربي. الله يحفظ لكم نعز عليكم ووليداتكم، والله يطول في عمر ميماتكم ووليداتكم رجالتكم، نتمنى من الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير. المهم اختكم سعاد صراحه ما وجدتش انا هاد العام ملفه بحال هكا، تنكون موجده مطيشه، تنكون موجده شحال من حاجه بطبوط، نوجد بيتزا بحال هكا صغار، شحال من حاجه الصراحه ما وجدتهاش. راه وديت هاد العام الغلا وكما تنقولوا الجيب عمر ما عطيناش هاد العام. اي والله يعطينا ويعطيكم الرزق يا ربي. وهنا اختي راني كملت 6 فديك الخضيره بليزه صافي، وداك الحوت غسلته ودزت هنا باغي نصايب ليه التشرميله. المهم هنا راه دارت تبارك الله شفتو تفصيل ديال الثومه حيت باش ندير به الحوت بزايد. وهنا يا اختي داك لاصوص ديال الحامض اللي كيما راه دائما تنديرو فريغو ديال اللي كنت مرقدها به، درت منه واحد جوج معالقات، ودرت جوج معالقات ديال الهريسه والقزبر ومعدنوس. المهم درت قبطه ديال القزبر ومعدنوس صراحه حيت الحوت بزايد داكشي علاش. والثومه كما قلت لكم راه طبسيل بقيت حتى نقي ونحط الحوت، تيبغي الثومه. وهنا درت شويه البزار، درت سكينجبير، درت الخرقوم، درت الكمون، قزبر حبوب وصافي. وهنايا البنات راني دزت هنايا طحنته في داك الهاشوار بعدا، وهنا دزت اختي تنرقد داك الحوت. عرفتو البنات هذه هي طريقتي دائما مع الحوت، انا ما عمري شديته وخزنته هكاك صراحه، تنشدو لا بحال الحوت كواري لا السر ديال الكواري لا هاد جميع الحوت بحال هكا تندير ليه تنشرملو
وعاد نديرو بحال في بطاط، ولا ما كانوش عندي البطاط تندير بلاستيكات وعاد نديرو في فريغو ديك الساعه. المهم تيشرب البنات العطريه احسن من داك اللي عاد تجبديه وعاد خاصو يطلق، وعاد بديت ديري العطريه هاد الطريقه احسن تيشرب فيها، خصوصا الا خليتيه بحال دابا انا الا درته وخليته في الثلاجه حتى الليل، عاد شديته درته في زعما بحال هكا بحال هكا زعما عاد درته في بطاط. هادشي اللي كاين احبابي. المهم الله يلطف بينا وترخص الدنيا كيف ما كانت الصراحه، والدرويش هو مسكين يقدر يعيش. وهنا اختي داك الحوت شديت النص كما قلت لكم 3 كيلو، النص شديتو طحنتو كفته غنديرو للغدا، والنص شديتو درتو بحال كسر ديال الشركات زعما لاقيتهم بحال كلا بغينا نقليه ولا ندخلو للفران. وهذا راه طحنتو كفته صراحه تينفعني هاد الطريقه. وهنا البنات راني بغيت باش نقتصر لكم الفيديو، هنايا شديت قسم داك السر ديال الشركات في جوج بطاط واخرين فرقتو في بطاط، شتو كيفاش ندير ليه؟ صافي درت ليه كواك ودرتو في بطاط ودرتو في فريغو. نهار تنبغي نجبدو البنات تنجبدو تيجيني ساهل وتيجي شارب العطريه، عطيتي تيجي الحوت ما نقولش لكم عليه، تيجي واحد البنة فيه غزاله، وخصوص ملي تتقوي ليه الثومه اختي والعطريه راكم عارفين ديال الحوت راه تبارك الله العيالات كاع حادقين. انا تنشارك معكم النهير ديالي وطريقتي والله يوجد لينا وليكم يا رب. وهنا دابا غندير اختي الغدا، درت في ديك الكامينه درت فيها خيزو دواور والبطاطا حتى هي دواور، وشلط البصله درتها حتى هي من التحت سمحوا لي من دواور حيت تطلق البصله تطلق واحد البنه زوينه من التحت تجي زوينه مع الحوت كواريوكا. ودرت مطيشه حتى هي دواور والحامض والفلفله تجيب الخضره بحال هكا السر ديال الكواري يجي زوين. ودرت ديك الزلافه اختي درت فيها مطيشه عادي مطحونه ولاصوص عادي ديال المطيشه ماشي ديال الحكه ديال المطيشه العاديه صافي. ودرت شويه البزار شويه سكنجبير كمون قرقوم شويه قزبر حبوب انا تيعجبني بحال هكا نطيب فيه اي حاجه، وسكنجبير والملحه. ودرت فيهم حتى هما شويه الهريسه البنات وصافي. داك لاصوص ديال الماتشا عرفتي تيطلق واحد البنه في هاد المريقه ديال الحوت تجي زوينه بحال كتجي بنينه وخاطره. ودرت فيها درت في داك درت تحت من داك الخضيره واحد الوريقات سيدنا موسى صافي. ودرت حتى هي طيب. وهاد الحوت راه ما مايتوش ديك الساعه، انا خليت الخضيره تيدخل فيها تطيب نص طايبه. ودرت فيها الروز العادي، انا ما تنديرش الروز كلاصي غير الحوت العادي. وهنايا درت فيه داك الروز على الروز عادي ماشي الروز كلاصي تيجي فيه زوين وكيك صافي. درتو ليه وحطيته على جنب. حتى هو داك التشارمين اللي درت الحوت راه هي داك اللي طحنتو معاه داك الحوت نيت. وهنايا راه خليت داك لاصوص البنات الشرا خليته هنا دارته طابت ودرت البلول بزايد حتى المطيشه والفلفله والبصله حتى تيطلقوا الماء صافي. وخليته حتى طابت ديك الخضيره نص طايبه. وعاد باش دزت البنات رميت هذاك الحوت كواري. وهنايا راه زدته من الفوق وصافي خليته طابت معاود زدته شويه كي جات ناشفه وجات مريقه ملبيه وجات مريقه زوينه. ما نقولش لكم خط التصوير ما مساعداش حيت كانت طفاليه التليفون بالشارج ما ديتهاش فيه حتى الصوت طفاليه بالشارج. وكملت لكم هذا الاخير عيب التليفون ديال مول الدار، هو عنده التليفون عنده التصوير ديالو في شكل ناقص ماشي بحال ما ناصحش. وهنا اختراطات غدينا ودزت باغا ندير واحد الكيكه عي كيك يومي عادي هكا الكاسكروت، درتو كاسكروت وعشاء انايا صافي هادشي اللي درت ليهم. وصافي هنايا عندي واحد جوج بيضات، المهم واحد الكيكه اقتصاديه درت جوج بيضات وحك ديال دانون بنكهه الفاني وواحد الكاس ديال السنيده ما عامرش يعني كاس العروب وكاس ديال كاس ديال الزيت حتى هو ما عامرش، وواحد القبيصه ديال الملحه وواحد الساشيه ديال الفاني صافي. راه خلطتها في داك الكاس اختي ديال مونيكس وكاس ديال الماء البنات خلطتها. وهنايا عاد باش دزت درتها في هذا البانيو هذا، انا درت كلشي في مره خلطت كلشي في مره في داك
داك الكازيمو اينيكس. وهنا البنات راه درت جوج ساشيات ديال الخماره، ما درتش زعما ثلاثه، درت غير جوجات. والدقيقه البنات هنايا توليت تندير فيها، انا تندير فيها غير الحرش صراحه، ما تعجبنيش الكيكه ديال الفورص والله، هذه ديال الطحين الحرش يعني الحبيبه الحرشه، تتجي خفيفه وزوينه، تجي طالعه وخفيفه. صافي هنا الطحين راه على حسب الخليط ديالك اختي، ودرت فيه واحد الكمشه ديال الشوكولات فيرميسيل باش يعطيني داك اللون، وصافي يعني باش تبدل اللون ديالها وصافي، زوقت بها صافي. المهم خلطتها مزيان، وعلى ود الخمارات دابا الحال سخان يعني، المهم بدا يسخن، ما بقاش داك السمر اللي تتعرفوا النيت اللي كان، ما بقاش. والكيكه دخلتها للفران اختي كما العاده، تندخلها للفران انا بارد، تندير عاد تنشعل عليها الفران، وصاوق عليا واحد الخطا في الكيكه، ضحكوا عليا والله. هنا عندي داك شويه القهوه، درت شوف داك الحك ديالها، تنديرهم في داك الحكيكات انايا، جايب حك سنيده قهوه سكر بحك ديال القهوه. ايوا صافي هنا راني كنت مخلطه البنات البغرير، ما شركتوش معاكم، قلت بلا ما نطول عليهم الفيديو. المهم خلطت، وانا خلطت البنات غير السميده البيضه، وديك الحبيبه الحرشه ديال الخبز نيت، تيجي بها البنات البغرير زوين، وما تيجي ما معجن ما والو البنات، تيجي خفيف. هادشي باش ندير البغرير دائما انا البنات. ايوا صافي هنايا راه ومازال غير خلطته، وخلط الكيكه وصافي، ودزت طيبته يعني، ما خليتوش خمر بزاف كاع، غير شويه. المهم درت فيه هو غير الملحه صافي، والخميره عادي، انا ما تندير لا سكر لا والو فيه. شو تبارك الله كيفاش تيجي متقب متقب، وتيجي تبارك الله كله متقب، وتيجي خفيف، عرفتي الايد ديالك تتبان منه اختي. ايوا هادشي اللي كاين، شوفوا داك الحكيكه البنات، عرفتو نافعني نافعني بحال كان البغرير، وبحال كان بغيت ندير الكابل كيك تنديرو فيه حتى هو، تينفعني والله الا احسن من داك المغرب، تتجلخ ليا الدنيا ملي تندير المغرب بحال كنا الزبيه، تيعمر ليا الفورنو بوطاجي كلشي تيعمر ليا. والخطا اللي قلت لكم ديال الكيكه عرفتي، راه وقع ليا زعما ما نقولش لكم، واحد الفقصه والله الا عرفتي تعصبت البنات، شديت الكيكه درتها في الفران، والعوض باش غنشعل عليها غير من التحت، انايا طفيت من التحت وشعلت عليها من الفوق، عرفتي ما عمري في حياتي البنات ديما تنصيب الكيكه، وهاد المره عرفتي ما كنتش دايره النظر ديالي. صافي شعلت عليها هذوك، ملي جيت تنشم الريحه ديال الكيكه قلت صافي غنمشي نطلع عليها كره طابت، ملي تنجي نشوف تنصيب راسي راني مشعل عليها حتى الفوقانيين، ومخليه التحتانيين طافين. ويلي ما نقولش ليكم والله الا تعصبت تعصبت، عاد طفيت داك التحت الفوقاني وعاد شعلت التحتاني. المهم كانت غتجي كثر من طالعه، راكم الكيكه تبارك الله عاد تجي عندي طالعه، ولكن هاد المره تعصبت، ولكن ما نقولش لكم جات فيها واحد البنه واحد البنه يا البنات، راه ما تقنعوش منها والله الا جات غزاله البنه ديالها. ايوا الخطا تيوصل تيوقع وصافي. المهم انا اي حاجه درتها راني تنشرك معاكم، كيما قلت لكم شحال هادي كانت خايبه غنحطها لكم، كانت زوينه غنحطها لكم. المهم خصكم سعاد اللي كاين، راه حنا تنصوروا معاكم وصافي، ما يمكنش الكذوب ولا هادي، حنا كيما دائما. والبغرير اختي شو تبارك الله درتو كبير هاد المره، ما درتو صغير، درتو على قد المقله. شوفوا البنات كيفاش تيجي، راه الايد ديالك تتبان اختي، وخفيف خفيف بزاف، و اللهم ادي منع محفظه من الزوال. وشوفوا الكيكه البنات والله الا هكاك، وجات هشيشه واحد البنه ديالها جات غزاله، وداك الشكلاط عطاها داك اللون بحال هكاك. المهم هو كيك يومي واقتصادي البنات. نعاود لكم المقادير اختي، جوج بيضات، كاس ديال الزيت معمرش، كاس ديال السنيده معمرش، قبيصه ديال الملحه، فانيا، حك ديال دانون، وكاس ديال الماء اختي، والدقيق على حسب الخليط، جوج خماريات ديال بيكن باودر. صافي قبلوا على اختكم سعاد على 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 هذا المونتاج وصافي. ايوا هنا شوفوا البغرير البنات كيفاش جا، صافي حطيت لهم العسل صافي، وانايا راه ديالي انا تندهنهم ليا بشويه الزيت البلديه صافي. شوفوا كيفاش جات الكيكه ها نتوما، والله الا جات واحد البنه ما نقولش لكم عليها البنات، جات غزاله غزاله. والدكيكه ديال اتاي، واللهم ادي منع محفظه من الزوال. خوتي كملوا لي الفيديو حتى الاخير، والبصيمه ديالكم،
واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. يلا فيديو الجاي، والسلام عليكم، وبارطاجيو لي اخوتي القناه الاهل والاحباب، وعاونوا اختكم سعاد بالدعم ديالكم، وتنقول لكم السلام عليكم. تنفي الله يحفظ.